السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشباك مثل ما شايفين شغالين أعمال المحارة أو البلاستر الخارجي، بس بشوفكم شيء هنا في خيوط. هاي الخيوط علشان البلاستر أو المحارة تكون منتظمة من أعلى المبنى إلى أسفل المبنى. طيب أيضا عندنا هذه النقطة تكون ضعيفة، فشو نسوي في هاي النقطة الضعيفة؟ شو نسوي؟ نسوي لها زاوية معدنية اللي هي هاي، هاي الزاوية المعدنية، تمام؟ وشوف كيف الزاوية المعدنية ماشية على الخيط فوق وتحت. وأيضا راح نساوي زوايا معدنية لهذه الأجزاء أو هذه البروزات عشان تكون أقوى وأكثر قدرة على تحمل العوامل الخارجية.